السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين جباري يريد رخصة استثنائية لتأهيل قديورة في مولودية وهران، يعني بتوصية من عند جماب الماضي. شوف كيف جماب الماضي دخل في شوف ها راه دراها قال لك انا جماب الماضي ولي قال لي دخل في روحه في امور تحسب اللي انت ما راجل انت ما راجل انت مدرب اللي راه حاضر جيبه اللي مشى حاضر ما تجيبهش. انت شا دخلك تدير لعاب تهدر مع لعاب؟ انا كيفاش كان كيفاش التواصل كيفاش كان التواصل كيفاش ما انت شا دخلك يا صاحبي يا دخل بها راه وين راه قال لك انت جباري قال لك بالماضي هو اللي عرضوا عليا انت راك ماناجر تاعه انت مدرب انت ما عندك اللعابه وكاين لعابه كاين لعابه ضرب اتحاديا نشوفوا الاتحاد نشوفوا قرارات تاع يعني وهي مكان تاع نقطه تتحقق نشوفوه. وين قال يوسف جباري رئيس مجلس إدارة مولودية وهران أنه يأمل الحصول على رخصة استثنائية من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ويتمكن الوفد الجديد عدلين قديورة من تقمص ألوان الفريق رسميا بعدما استحال على إدارة التأهيل العادي بسبب قيمة الديون المرتفعة لدى لجنة فض المنازعات والمقدرة بعشر ملايين وثمانمائة مليون سنتيم والتي ينبغي تسديدها حتى يتسنى له لحمراوة الاستفادة من لاعبهم الجديد، وهذا قبل أربع أيام من إغلاق فترة انتدابات الشتوية. يا ودي كي جابوه وراه في وهران وكراو له في الشيراتون وجابوا له لوطو بورش، يعني ما غادي سنيولو أنا نقولك غادي سنيولو ويدخلوها له بلي منا ويدخلو من حتى كاينة كارطة تاع بالماضي. وين أوضح رئيس الجديد القديم لمولودية وهران أن صفقة قديورة تمت بتوصية من الناخب الوطني جماب الماضي الذي على ما يبدو يرغب في استرجاع خدمات اللعاب الدولي السابق بعدما أحيل على راحة إجبارية بسبب افتقاده فريق في الفترة الحالية وين يلعب له بانتظام بعدما فسخ عقده مؤخرا مع نادي شيفارد يونايتد الإنجليزي. مضيف أن الأجرة الدبابة نصفها سيسدد في خزينة الفريق والباقي سيتكفل بها ممول خاص، ولم يفوت رئيس الجديد القديم الفرصة ليفتح النار من جديد على رئيس السابق الطيب محياوي على ما وصفه بالوضعية الكارثية التي تسبب فيها للمولودية خاصة بعد تفجر فضيحة اللعاب البوراندي الذي وقع له محياوي خفية بالبريد الإلكتروني في صفقة ماضية بدون أن يلعب ولو دقيقة واحدة مع المولودية، بل لم يقدم أصلا إلى مدينة وهران، وهو يطلب الآن بمستحقاته المقدرة بخمس ملايين سنتيم، وأرسل إعذار لإدارة جباري بخصوصها ويهدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني زيدوا جيبوا اخر جيبوا نذير بالحاج بالماضي جيب عمر مولودية عمرها او لا ديفون. نقول لكم يا ودي هذو صحاب الكرافاطات منا تاع الغرب هما اللي رادمينها هما اللي رادمين الغرب. نقول على ما قديورة على ما يروحش للسطيف على ما يفرضوش على السطيف قديورة على ما يفرضوش على لابسيه قديورة على ما يفرضوش على النهد على الياسمة ولد لي اسمى باباه ولد لي اسمى على ما يفرضوش على السياربي على ما يفرضوش على قسنطينة على ما يفرضوش على جياسكا فرضوا عليكم لهنا قديورة. انا مانيش كنت قديورة خاطش على هذا عمل تاع بالماضي يسموه عمل بريكولاج هذا هو البريكولاج تشوف هذاك زوبير وسطي هذاك تاع مولودية اللي كان يلعب مولودية وراه السياربي وكلش وين قال له حنا من التسعين الشعب ما خرج شكر لا خرجنا 2010 الفرحة كاع ما توصفش الفرحة ما كاش فرحة كيما هي 2009
2010 زيد نزيدك واحدة، كنا مزداقين 2004 أمام الكاميرون، 2004 أمام مصر، بس أنت خايف من براسك. زيد نزيدك واحدة، 2014 كاليفيكاسيون كوب دي موند، الفرحة لا توصف بالتأهل للدور الثاني كوب دي موند، الدور الثاني باش ندخلك مليح في راسك، ماشي تا جات 2019، ما تقوليش 29 عام، كذبوا عليها الناس اللي ما يعرفوش، شبيبة صغار ما تعرفش، شبيبة صغيرة ما تعرفش، كذبوا عليها. وما نتوما نتوما سباب، شوف دي زونسيان جوار ابار قلع حافظ عبد الحافظ تصباوت اللي راه جابد روحو كلية، وما نتوما نتوما اللي وصلتو مولودية لهذا المزبلة، نتوما اللي وصلتو مولودية لهذا المزبلة. نتا واحد كيما نتا وصلت المولودية لهذا المزبلة، هذه باش يكون على بالك. جايني جاي بالماضي 29 عام ما فرحناش، بيجا بالماضي فرحنا، لا روحنا كوب دي موند هنايا، كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند 2009 2010 فرحة، هذيك هذيك فرحة هبال. 2014 2004 كونت مصر كونت كاميرون خرجنا نفرحوا، انت يا بي توريني فرحة كيفاش نفرحوا مع من فرحنا. 1990 الشعب ما خرج، دينا كوب دافريك الشعب، انا نعقل الشعب نورمال بحنا صحيح طعم كان لا كلاكس ولا والو، غادي ندخلك مليح في راسك. نتوما مولودية، نتوما اللي راكم محبسين مولودية، ومولودية مادام نتوما تبعوا فيها والله العظيم الناجح مكان، نتوما دي زونسيان جوار والله الناجح تاعكم والله مكان، شهادتو مولودية شهادتو، تخدموا ناس طلعوا ناس توخروا ناس، تخدموا من تخدموا من تخربوا من تخربوا من مكان والو. هذه الجمعية تاع راديو تحكم كاع فيكم، كاع كاع تشكموا لها، خرجوا هكا راهو يعيط لك جمال بالماضي غادي يدير لك مساعد معاه، اقعد انت تبع المساعد، راهو يعيط لك جمال بالماضي غادي يعيط لك، خاطر كون جيتو رجال، كون جيتو رجال، انا نقول لكم قد يوراكو عرضوا على سطيف، ولا كو عرضوا على لامسية، ولا عرضوا على الياسمة، ولا كو عرضوا جابوكم منا، كل وسكت من بالماضي جابوكم من كل وسكت كاش، عجلة مكاش الغرب نهاري راح لهذا راح كلش، نقول لكم كوب الإمام راح يجيبوا له قديوله الله يرحمه ويوسع عليه، كوب اللي بالإمام بالإمام كون راح حي، شو لا يجيبوا له قديوله ولا يقبل به، كوب الإمام الله يرحمه ويوسع عليه، فكرته في ذي الليله شو لا يجيبوا له قديوله، صافي إذا مكاش راحت مولوديه راحت، ماذا والغرب راح ماذا، الغرب كوبلي راح ماذا، مكاش خاكم ليه في لسانكم ولدي، جاي انت يا اللي هنا تبلبل علينا، راه سقم هي راه سقم الويل راه سقم ليكيب تاعك لها مع لها ومع المولودية، مولودية لا يتبهدل بهدلتوها، وكاين رجالة قد يورا يفرضها عليكم انتوما بالماضي، قاعدين إلى الشتاء يعطيك بالخف جيب 400 مليون، 400 مليون أعطيها دعم بها، دعم 400 مليون في الشهر دعم بها فئة الشبانية، 400 مليون هذيك اللي بيتعطوها، وشعل اللي في الليلة في الشيرات وشعل في الليلة، شعل في الليلة دعموا بها فئة الشبانية، مش ياكلوا في البستة ياكلوا الفرماج الفرماج ومورسو خبز، يفطر يفطر بخمس حبات فرماج ومورسو خبز، وكو غير فرماج لافاش كيري ولا فرماج تاع الميزان تاع البارا، تعملوا الخبز تعطوهم ياكلوا مساكين،
وانتوما انتوما انتوما تتعشاو في لي ريستورون، ضربوها ضربوها الكارني الكروبات. الناس فاقت، الناس فاقت. وانت جاما بالماضي شا دخلك، شا دخلك تفرض اللعاب نتايا؟ هذا منتخب وطني التالي تعيط له يجي تقول الجزائر عقلت، ما كاش لعابه تقول عقلت خاص معاك بسبب السوء العمل تاعك. ما صدتش ما كاش خاص على هذا هو المشروع تاعك، هذه في الناس تعرف هذا هو المشروع تاع جماعة بالماضي، مشروع تاع العجايز. لا بغات نكاليفو بصح موراها كي دايره المشروع تاعهم بعد تعرفوا بلي مشروع خدم روحه برك سي بي تاعو كيما كان يحوس لا خلوها 33 انا نزيد نكمل بها. كان حاسب بلي غادي يجيب كوب دافريك طاوك الشعر جبتها وجيت.